بسم الله، وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ويعذب المنافقين والمنافقات، شوف التعذيب في الذكر، المعذبين يبدأ بالمنافقين والمنافقات. تعرفوا الجرم الأكبر هو النفاق، أكثر من جرم الشرك اللي هو ظلم عظيم. ويعذب المنافقين والمنافقات إلا ما إذا كان حب يخلقه. هذا الأمر يرجع إلى الله، كما ورد منافي على لسان ذي القرنين في آخر سورة الكهف. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. قالك ربي اش في جيران المذومة اللي يظنوا ظن السوء، لأن أغرب الكرب وأغلب من يدعون الإسلام بغير حق عندهم طبيعة، دي طبيعة المنافقين والكافرين. نعود إن شاء الله تعالى.